تخيلي أمس حلمت أني صرت قردة. ولما قمت اكتشفتي أنه حقيقة. بنات اليوم نزل راتبي، إيش رأيكم أوديكم رحلة للبر على حسابكم بكرة؟ توي كلمت المديرة ووافقت، بكرة حابت صدر. ساعتي في المديرة، الجو صار بارد ومطر يجنن، عادي أودي البنات رحلة للبر؟ لا طبعا مستحيل أقبل بهذا الشيء، الأخطار كثير. أوكي شكرا على الموافقة. الله متحمسة أروح البر وأصيد جني وحطه في غرفتي، من يبغى يساعدني؟ بس أبلة عندنا اختبارات شهرية ونهائية بكرة، شلون نروح؟ لا لا تخافين، مالكم مستقبل ما فرقت. ليش مالنا مستقبل؟ أها عشانك ما تعرفين الدرسين. نورة يا شطورة، لازم نراجع الكلام بمخنا قبل ما نقوله. لا لا أقصد لأنك يعني قليلة الذكاء شوي، وانتي بالكرامة. أحلى شيء نروح رحلة قبل أول حصة، والأحلى إن الشتا جاء وأقدر ألبس ملابس الكشخة. حماس متى ناوية تلبسينها؟ نورة أنا لابستها الحين. لا لا أقصد ملابسك الكشخة. إي هذه ملابسي الكشخة. الله يجنن، ما انتبهت لجمال لبسك من جمال وجهي. يا ليل وش ذا المشكلة، وجهي مرة حلو، الناس ما ينتبهون لملابسي. بنات وش تتوقعون أكلة الجن المفضلة؟ ميتي زنقر؟ معلش بنات تأخرت، اعذروني كان عندي ولا شيء. لحظة وين الباص يا الباص؟ لا لا تخافين الحين استدعي لك الباص. بقرة تيت شيهانة حمارة. أنا موافقة أطلع معكم، بس بشرط نرجع قبل الحصة الثانية. احتمال ما نرجع أبداً، لولا معنا تو نطلع رخصة قبل بقرة. لحظة إذا باتوا كلهم بصير الأولى عالمياً. بنات إحنا بنمسك طريق سفر، لا تنسون دعاء دخول الحمام. بنات اربطوا الأحزمة الخيالية، قدامنا مطبات هوائية. الله إيش الأجواء الأوروبية هذه. كاتبين بتطبيق الطقس ان الجو بيكون برد، وش صاير؟ يلا نشب النار لا نجمد. لو ما رجعت خلال سنة كلمة أمي لا تخاف علي. بنات في أحد يعرف وين يحطون الحمامات في البر؟ مو قادرة ألقاها. ما في حمامات في البر، تبغين تسوينها روحي ورا شي صاد. ترى مو بلازم طول الوقت تستخفين دمك عشان تضحكيني. ها؟ وليش إن شاء الله أبي أضحكك؟ لأنك معجبة فيني واتفهم صدق انا واو، بس مو بوقت جدول الحمام. معجبه بوش يا صوت البلغم، انت سامعه صوتك؟ لحظه يا اكبر معجبيني، يعني ما في حمام. لا اتمنى لو كنت تعرف لغه الحيوانات، احسهم بريين مو زي البشر. شايف شكلك انت ما بعينكم قطيعه. وجعش كبر الشمس صك براسي. انت شكو بجسمي يا الكلبه، انت شكو. بنات تعالوا تدفوا لا يدخلكم برد. والله يا هي حالفة تحل الملابس الشتوية غريبة، أحس راسي يطبخ، شكله جتني حرارة من البرد. ما يقواها إلا الشمس. طيب شو نسوي، ندفنها ولا نساعدها؟ لا خلنا ننتظر شوي، شو رأنا إذا ما في حمام أنا أبني حمام بنفسي. بطلع مواهبي المدفونة حرفياً. سبحان الله وش يتكلم هذا عندنا؟ انت ما تاكل تبن وايد احسن. حلو اخيرا بنيت الحمام، صفقي لي. الله يجنن، بس انت بنيت قسم رجال ما يصلح تروحين له. حسبي الله عليكم يا رجال، ما مالكم دخل. صح الحيوانات تحب الصوت الحلو، بتواصل معهم بالغناء. ساعدها عشان نذلها اننا انقذنا حياتها. خلني شيل طن الملابس اللي عليها.
الحمد لله، شكل حالتها سيئة. تعرفين، خليها تشم ريحة قطك الأسطوري يمكن تقوم. يا هاني، أنت قد حياتي. والله ما حد قال لك. وينك يا جني؟ بس 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 بس. هاي، أنت جني؟ أنا حورية البر. طيب، وش تقرب لك حورية البحر؟ لا، بس أمي وأمها مو بأخوات. دامك ساكنة هنا، تعرفين مكان الجن؟ إيه، أذكر في جني عايش بحفرة. امشي بذا الطريق وبتلقينا. شكراً على المعلومة، يلا باي. قبل تروحين، تبين تعرفين عن قصتي الحزينة؟ لا شكراً، ما يحتاج التعب لنفسك، باي. طب ضيفين سناب على الأقل. تجربة يا بنات، تعلمت درس غير مهم. راح أوقف أحاول أثير إعجاب الرجال على حساب صحتي. أتوقع هذه 10 حلقة تتعلم فيها نفس الدرس. بنات، نسيت شيء، ثواني. لو سمحت أبي 3 دباب، أهم شيء جديد جيب من المخزن. شايفتها خب الصامولي، تراها دبابات. أهلين أخوي، المهر كم؟ قصدي الدباب بكم؟ اسمحي لي معليش، ما أقدر أخليك تركبين. ليه؟ شكلك خايف علي. إي صراحة خايف عليك، أنت بحسبة جدة 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 جدتي. راح أوقف أحاول أثير إعجاب الرجال على حساب صحتي. سبحان الله، ما توقعتها تتعلم ذا الدرس. بدي أحب راسك على هالرحلة الحلوة. نورا، لفي لاني بصم. بسم الله عليك، فيك شي تحسين بدوخة؟ لا، بس أحس فقدت الذاكرة، بس مو بكلها، يعني الأشياء المهمة اللي أحبها أذكرها زي BTS، أما الأشياء السخيفة نسيتها. الحمد لله على سلامتك. معلش أختي، أنت مين؟ وانت ايش صار لك؟ ليه كنت علمتي درس جديد ما تغيرين شكلك عشان الرجال؟ لا، بس فقدت واحدة من ذاكرات الخارجية، يعني ما اذكر اسمك، بس اذكر اني اكرهك. جني ابو تختيخ، ودني للمريخ، يا الله متى بلقاه. هاي، انت مجن ولا وشو؟ لا يا اختاه، نحن فضائيون من كوكب الاندومي. تشرفنا، انا ملاك من كوكب الأرض أتوقع. تعرفين أين يعيشون البشر؟ نحن في مهمة للقضاء عليهم، وبعدها سوف نذهب للعمرة في مكة. إيه، من هناك الطريق سيدة، بس انتبهوا من المراهقات، تراهم أكبر خطر عليكم. لازم نعطيك كرتون أندومي هدية. لحظة، إحنا أندومي. أخيرا وصلت، شكل هذه الحفرة المقصودة. يا أخي بنات، أحس السماء أكبر من الكرة الأرضية، سبحان الله. تدرون بنات وش حلمي لما أكبر؟ إيه؟ لما تكبر؟ أبغى أكون رائدة فضاء عشان أسافر حول العالم وأشوف الكواكب الثانية، كوكب زمرد للفتيات، والقمر، الشمس. مع إني سمعت إشاعات من الهيترز إنها حارة. أخيرا، بعد هالتعب يبغى لي أبني لي جاكوزي أروق فيه. لحظة، وش ذا النور الأحمر؟ الحين البشر فضائيين صح؟ لأننا عايشين في الفضاء. بنات تهربوا، ملاك الجنة قعدت. هو بسم الله، وش صاير؟ وش ذا الصراخ؟ بنات شوفوا، أخيرا قدرت أمسك جني، أهو مسكني، مدري. لا تخافوا، هو طيب، ما راح يأكلكم كلكم.
ظلي متى ناويين يرجعون؟ في أحد الأيام المملة والمعفنة. آخ يا ظهري، أمس كنت ألعب روبلوكس طول الليل. إحنا بالمتوسط وظهورنا بسن التقاعد. أمنية حياتي لو الحياة الحقيقية زي روبلوكس، نركض ونطاور ونصير صحيين. بنات اليوم عندكم اختبار نهائي في التربية البدنية، اللي تخسر ترسل. حققت أمنيتي بالوقت الغلط. قوانين اللعبة سهلة، كل جولة راح يطلع لون فوقكم، وخلال 5 ثواني لازم تروحون لنفس اللون أو بتطيحون وتخسرون. يلا على الأقل مكعبات بالعشب مو بالهواء. إيه صح، زين ذكرتيني. المدرسة تهتز، أكيد فوزية رايحة للحمام. الله، كل هذا مسويته عشان اختبار الرياضة. أستاذة، وش رايك تغيرين الاختبار ويكون اختبار رقص؟ يلا وريني قدراتك، يمكن أغير الاختبار. المهم استعدوا، اللعبة بتبدأ الآن. الجولة بدأت يا ذكياء. سيسكيو، تذكرت تمارين ماما لما كان عمري 2 سنين. حلا لا تدعسين على شعري، ترى متقصف. حلا تعالي، لقيت المكعب. أحس بشي غلط. ليش المكعب حقنا باهت؟ ليه يكون جاي كلوركس؟ لا، احنا بالمكعب البنفسجي. اهربي. هلوف، لا تخرجي من هذه المدرسة وحقق حلمي وحلمك. ما راح انساك يا هلوف طول هالاسبوع، اوعدك اني راح انجح. هذا اللعبة مكملة ما وقفت، الوقت بيخلص. شوف وين. ها؟ بس نجي هنا؟ توقعت الوضع دمار اكثر. ما اقدر اكمل بدونك، يا نحقق احلامنا مع بعض او اصير فاشلة زيك. شكرا بس ما يحتاج تسفيل. يلا يا بنات ابقى طاقة وحماس. يا ربي قولوني انتفخ. شو لحقكم يا بنات؟ أسيل وش فيك تعبتي؟ لياقتك صفر؟ ما حتسيني حيل أركض. أحلى اختبار في العالم. لازم أفكر في خطة أشغل مخي مو جسمي. خل أحلل نظام اللعبة خلال الجولات السابقة، بعد البنفسجي يجي لون فاتح وباقي لونين ما تكرروا، الأزرق والأبيض، معناها اللون الجاي أبيض. يلا الجولة بتبدأ. ما يحتاج تبدأ، أنا أعرف وش اللون. إيش رايك فيني؟ صح أنا أذكى وأسرع واحدة؟ حرام، شكل أسيل جهة عامة ألوان. ها؟ لا لا لا، حرام، فيها شي غلط. أنا متأكدة من حساباتي، اللعبة غلط مو بأنا. أنا طالبة الامتياز أرسل، لازم أنقل من هالمدرسة، لازم أنقل من الكوكب كله. يا رب المدارس في القمر ما يراجعون ملفي بالأرض. ما عليك، تعالي العبي هون معنا، أكيد المدرسة بتسوي لنا جولة ثانية. يلا على الأقل أفوز بشيء قبل ما أهاجر للقمر. باقي 4 طالبات بس. أستاذة صراحة اللعبة مرة سهلة، تفشت. ولا يهمك، الوقت بينقص 2 ثانية في كل جولة. شكرا، رجع لي الحماس من جديد. كرتون يلا دورك يا أسيل. لحظة، هذه 10 مرة بتفوزين علينا. والله عاد شو أسوي، مو بمشكلتي إني أذكى منك. صدق هنوف فنانة مرة بالأونو، ما قد فزت عليها طول حياتي. ما في أحد ما يخسر طول حياته. ولا في أحد ما قد خسر. شوف أنا جالسة قدامك، بعدين خلي روحك رياضية، ما يصلح تشكين فيني، ترى شي يحزن وهذا يجرح. لحظة، كيف يمديها بكل جولة تخلص أوراقها بسرعة؟ هنوف ممكن توقفين شوي؟ ما أقدر أقوم، عندي إصابة بالرباط الصليبي. ين الصابة موزية نص الأون ورا. بسم الله، كيف جو هنا؟ شكلها هو طيرهم. تستهبلين علي أنتي؟ طيب صدق يمكن الهواء طيرها. حلا أنت تحسنين الظن ولا متخلفة رسمي؟ يا حدك، بعدين اللعبة لعبة ذكاء، تغزين تغشين، المهم تفوزين، وإذا ما بعاجبك كلمي الشرطة. ألو شرطة؟ لو سمحت ببلغ عن عملية احتيال كبيرة. تفضلي اعطيني بياناتك. اول اسمي اسيل ابو اصاصيل، اخذت المركز الثاني بمسابقة الرياضيات، المفروض المركز الاول، بس في بنت غشاشة ذاكرت اكثر مني. يا ليل انت اسيل، وش بلاغك هالمرة؟ احد نام بالفصل؟
واحدة بفصلي اسمها هنوف شكري قاعدة تلعب وتغش في لعبة الأونو وتشكل خطر كبير على الاستقرار في المنطقة والمناطق المجاورة. وانت كل مرة تخسرين بتدقين علينا تتهمني بالخسارة. ترى بدق على الشرطة وأبلغ عليك. على الشرطة؟ أدق على شرطة الشرطة. ما علينا منها، خلي نشوف ايش صار على البنات. الأرضية صارت تزحلق، انتبهوا لا تطيحون. إذا خايفة علينا كذا ليش تصعبينها؟ نورا خلنا نمسك بعض عشان ما نتزحلق. هديل لا تطيحين. ايش عقبة طحت وخلص؟ طحت وانا احسب اني الشخصية الرئيسية. شهانة ما صدق بتنقذيني. لا جالسة اصور جنبك. اخلصي يلا اطلعي. كأننا بانمي اكشن. اخر لحظة انقذتيني. يلا ما في وقت، خذي نفس عميق وارفعي نفسك. يقطع ابليس وش هالفليت خشمي جالس يذوب. لا تخافين انتي بعيدي امينة. بس اباطك غير امينة، لازم انقذ البشرية واخلصهم من هذا الاباط الاسطوري. ما صدق البشرية بتتخرب. ايرين باقي شوي تحملي. لا شهانة تصدقين خلاص فكيني. انجب نفسك وفوزي عشاني انا راضية. مستحيل اتركك لو اجلس ماسكتك يوم كامل. يوم كامل اقول فكيني لا طيحك معي. الوداع. الله اول مرة استانس اني خسرت. باقي ثلاث جياكر. ما علي يا هديل، ان شاء الله نفوز بالجولة الثانية. من دار في جولة ثانية، خلاص رسبتوا. يلا دام خربانة خربانة خلينا نروح نشتري سكنات. هلا والله، سكنات أشكال وألوان. وبكم سعر السكنات؟ والله شوفي السعر هو خير غالي، رخصي بس. وجه توني ما عدت السعر حتى. خير غالي، سوي خصم. السعر 300 روبوكس للسكن الواحد. ويا ويلك تقولين سوي خصم. خير سوي خصم. أنا ما أقدر أشتري عشان أبوي وأمي مطلقين وما يعطوني فلوس. يا حرام يا مسكينة، خلاص أكل انقلعي دامك ما تبشارية. تذكرين يوم تاخذين مننا فلوس 20 مرة عشان تصلحين الفصل وكل مرة يصير رخيص من قبل؟ ايه انا اخليه اخيس عشان يصير مناسب مع وجيهكم. اسمعي بناخذ السكنات بلاش ولا بعلم المدير انك متزوجة زوجة. مسوية تخوفيني، اصلا انا ناوي اعطيكم اياها ببلاش. الله من زمان ودي شعري يكون وردي. Broke people should never laugh. شكرا التالي. أريانا، what are you doing here? يا ربي أجواءهم فلة، يا ليتني معهم. خل أخسر نفسي يعني إني بالغلط عشان أروح أفلها معهم. ذكائي خوفني أحيانا. النطة الخسرانية. صدفة حلوة بالوقت الغلط. يلا ما عليه الحين بطيح. يعني يوم بغيت أخسر ما أقدر. الثالثة ثابتة. وش ذا اللعبة كلها جلتشات؟ واو نورا شكلك بتختمين اللعبة، وش هالإبداع؟ كنت مقللة من قدراتي لكن طلعت صدق فنانة. إذا بغيت أخسر أفوز وإذا بغيت أفوز أخسر. نورا طالبتي المفضلة مسويت لك خصم خاص، أي سكن تبينه ب400 ريال بس. بلاك بينك. فرقة بلاك بينك اللي تنافسني بالمبيعات مستحيل ابيع سكناتهم. طيب لبس اي فرقة كورية؟ عندي لبس فرقة كورية جديدة توها منزلت، بس لا تعلمين احد. وش اسم الفرقة؟ اسم الفرقة STCP. بنات شوفوا سكني الجديد من فرقة STCP. نورا هذا لبس رايدن شوغن. واو هديل تعرفين الفرقة أكثر مني. اسمعي لو تدقين علينا مرة ثانية بنقطش بالسجن. حتى لو دخلت السجن بدق على الشرطة من تلفون السجن. صدقين أنت تستحقين المركز الأول بالإزعاج. والله جد المركز الأول؟ يعني أنا تفوقت على الكل؟ إيه أحسن واحدة بالإزعاج، احتراف خاص. صراحة ما أدري شو أقول. طيب متى أجي أستلم جائزتي؟ إذا أعطيناك جائزة بتوقفين تزعجين أمنا. لا لازم أستمر عشان أحافظ على المركز الأول. باقي آخر سئلوتين لأن قلبي طيب شوي راح أقدم لكم صفقة، راح أسرع اللعبة 5 أضعاف ولو فزتوا كلكم بنجح فصلكم كامل.
بس لو خسرت واحدة منكم بيرسب باقي الفصل. أنا وملاك إذا اجتمعنا ما في أحد يهزمنا. على أساس لو تركتي ملاك الحالة أحد يقدر يهزمها؟ أي أنت ما استخل. وش ريحة قاع الهامور هذي؟ الفائزة هي شهانة. رمضان جاي يا ناس راح بلاك فيكم خير لوموني. تعالي ملاك حبيبتي ان شاء الله بتتخطين. ابي سكن اقوى شخصية انمي بالعالم. ما في سكن للأسب معليش. طيب ثاني اقوى شخصية. تمام تمام. ما في احترام للمعلمة. اخيرا احس اني صرت قوية. والله جد اجل عطيني سكن لوفي القير الخامس. عند سكن صابون وليفة يمدحونها الله يقرفك. ها حدك ون بيس اسطوري احسن علم ون بيس عمك. عمي متوفي الله يرحمه. احس الناس صاروا يبعدون عني شكل عشان صرت قوية. تعرفون بنات عشان روحكم رياضية ولطيفات بتعيدين الاختبار؟ نجحينهم لان الروح الرياضية هي الاهم. خلينا اختبار ركس كيبو. لا بس كنت بقول لكم شدوا حيلكم السنة الجاية. لا حد يتحرك يمكن ما تلاحظ اننا موجودين. اهلا يا بنات يوم جميل اليس كذلك؟ اهربوا اهربوا خشومكم. انا خير انا خير. الوداع يا خشمي. الوضع خرج عن السيطرة. شوفوا رهف صارت زي الدودة تتلوى. حتى نورة غايبة عشان شهانة حضنتها أمس. أنا متأكدة أنها ماكلة فاكهة. عفنوا عفنوا حتى مقياس الحرارة بينفقع من قوة الريحة. بس هذا مقياس حرارة. إيه من قوة الخياس نقدر نقيس بمقياس الحرارة. لازم نحط حد لهذه المصيبة اليوم. طيب خلني أقول لها تتروش ولا تنقلع من المدرسة. لا حرام ما بنجرح مشاعرها خلنا نلمح لها بس. يا شيخة دي ما تفهم مرة لمحت لها على خفيف وقلت شهانة الدكتور قال لي لازم أوقف أمشي معك عشان ريحتك المعكنة أطلبت خلايا الرئة اليمين باقي للرئة اليسار بس. أمه توي أدري إن عندنا رئتين. أجل ما تركت لنا خيال ثاني. غريبة وين زميلاتي العزيزات؟ شكلي أول واحدة أوصل الحين. يلا ليتول للقضاء على الجراثيم. غسول الجسم في علبة قابلة لإعادة التدوير. مين رام الشراب المتسخ بالأرض بعدين رائحة المكان تصير سيئة. ضعفاء مزيل العرق العضوي الخالي من الألمنيوم. الخصم اوف يا رب ما حد سمع. شيء متوقع من شهانة هوكاغي قرية الخياس. اسمحي لنا نوريك قوتنا الحقيقية. بياكيغان الكيو بي ابو 9 باطات موجود باباطها. الرغوة المكثفة المعقمة المحطمة. كل الشهر اللي فات كنت اتدرب على اتقان الميك اب. قصدك التصويب؟ لا اقصد الميك اب. وش دخل المكياج بالموضوع؟ ما له دخل حرام الواحد يسولف بموضوع ثاني. هديل نزلي راسك. لذيذ ينقصه القليل من السكر. المسحات الطبية تعقيم مضمون 100%. ايش في؟ ليش حبيبي ما بيعور؟ هديل هذه فرصتك انطلقي. ركلة بالتسعين. بنات هل انتم بخير؟ يدها المسطة بعض شهانة لازم نغسلها 7 مرات. اسيل تسمعيني؟ خلاص راح ننفذ الخطة المحذورة. ترى أنت راح تتحملين المسؤولية عند الإدارة. إيه اخلصي بس. نداء لكل الآباء سيتم تنفيذ الخطة المحذورة 87C. الرجاء التوجه لمواقعكم. بس أخاف المديرة تزعل.
ما الرسالة اللي بنسويها؟ لا لا تخافين، بقول إنكم أنتم السبب مو بأنا. التركيز المطلق، ذرات أكسجين زائد ذرتين هيدروجين، الماء المجري عليها. هلا ممكن تساعديني زي الناس بدل ما تعطليني؟ تحمل يا حبيبتي، ترى التوتر يخلي وجهك شاهب. شكرا انك مهتمة، بس غصبا عني اتوتر. ما كلمتك، جاز اكلم نفسي بالمراية. ايه كذا، خليك مبتسمة وسعيدة. كثرت موية، احتاج اروح الحمام. ما راح نسمح لك، لطيفة ابدأ الهجوم. سيب الموضوع لي محترفة النظافة الشخصية بانكاي. فقاعات الصابون الكثيرة. أوه كيوت. أستر يا رب أستر، نزيم الصباح بنص الليل. فرصتي أروح الحمام الحين. توسيع المجال المطلق، والجو صار بارد. دنجن الحلطمة والسلبية الغير منتهية. شيانا، ما تحسين كل يوم نفس اللي قبله؟ طفش. هل عندك هدف بالحياة؟ فراغ. متى آخر مرة سويتي إنجاز حقيقي؟ وضعك يحز، هادي أصيح عشانك. الله، اتركوني بحالي، أنا أستسلم. رفعت أبادها، الهيك الملكي بيتفعل. أو نو، ما رح يمديني يوصل. ايش صار؟ ليكون الخطة فشلت؟ كملي كملي، نجاح الخطة يعتمد علينا. يا ساتر، ايش صار؟ هذا اكيد غزو فضائي. خل اهرب قبل يجي علي الدور. ملاك صارت تحت تأثير الفضائيين. ما راح اخليك تفلتين مني. اخيرا وصلت للمختبر، لازم اطلق اخر اقتراحاتي قبل ما افقد الوعي. يمين يسار يمين. الو، السلام عليكم، مدام كرتكي اتفضل. لو سمحتي، واحد مايتي زنجر. اسباسي ولا بريد؟ سبايسي. جيبي لي انا سطل برتكي وزيادة سطل. ويت مايتي زنجر، ويت سطل برتكي، يسابكم 306 اسابيع. اطلق. العين بالصغر كالنقش على البحر. شلت الخطة تدخل عليهم من الشباك. أونو، ما راح أسمح بهذا الشيء. تحملي مصير البشرية بين يدينك. ياي، أحس إني صرت مرة كيوت. وبكذا يا أبطال، تم الانتصار على الأباطل الصوري بمساعدة معلمتهم القديرة عبلة فوزية. انقلعي، كنت بتخربين الخطة، بعدين متى عندك تغيرين ملابسك؟ انت بس عشانك غني تحسبني أحبك؟ أوف، انت أول بنت توقف في وجهي. تحسبني زي باقي البنات؟ لا، أنا متخلفة. علميني طيب، كيف انت قوية شخصية؟ لأني ما أهتم بالموضة والكشخة. لازم أعزمك للقصر تتعرفين على أهلي. بسم الله عليك يا بنتي، للحين تهلوسين. لا بس جالسة أتخيل سيناريو لو كنت فقيرة بمدرسة كوريين أغنياء. الحمد لله رجعتي لطبيعتك. طيب، في مندوب جايب طلبية لك برا. مندوب؟ بس أنا ما طلبت شيء. شكل حرام، ينتبهي، خطتك مكشوفة، لا تحاول، الشرطة بالطريق. سلام، أنت نورة راست النورة؟ إيه، بس وش الطلبية دي؟ بكيتها وأنا بالسيارة، طلعت فستان معفن لونه وردي. على كيف أمك تفتحها؟ هذه خصوصية. إيه، ما فتحتها،
أتوقع يعني بس. أها تذكرت، هذا فستان طالبت الزواج خالتي قماشة من شهرين، بس خلاص خلص الزواج وتطلقت بعد أبشر. لو سمحتي ما أحب أعرف عن أسرار البيوت. واضح، بس تحب تعرف أسرار الشحنات. واو الفستان يجنن، بس حسافة ما في مناسبة ألبسه فيها. يما ما ودك تسوين عزيمة تنادين فيها عماني بمناسبة اليوم الوطني؟ بس اليوم الوطني بعد 9 شهور. إيه بس الوطن بقلوبنا دائما. أصلاً متهاوشة مع عمانك، ما عزموني لملكة بنتهم. طيب عزم يا خوالي. أتوقع بتهاوش معهم اليوم، ما يمدي. عرفت، بلبس الفستان بكرة بالمدرسة حتى لو كان ممنوع. المدرسات ما راح يقاومون أناقتي، بيسامحوني. أهم شيء لا تنتبه أمي. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف. نورا الفطور مو بجاهز، يلا تعالي. لا ما يمدي افطر، متحمسه اليوم دراسي سعيد. ليش منفوخه كذا، ايش فيك؟ لا بس غازات مكثره فول. باي، تصبحين على الخير. طالباتي العزيزات، ارسلت دعوه لمقيمه المدارس الام الكبيره تزورنا بكره وتقيم مدرستنا بمناسبه تحررنا من رائحه البالوعه مجهوله المصدر. احس اني بديت اتوتر شوي. سعادة المنشيرة، كل مشاكل هذه المدرسة من فصل ثاني الدال، حتى معلمتهم مو موجودة. لا، فوزية تأخرت عن الطابور، تقول عندها اجتماع مهم. اجتماع مهم في عالم الأحلام. هي حدك على معلمتنا، احنا الوحيدين اللي مسموح لنا نتهاوش معها. نزك وهدي اللعب، لا طلعك بشمس القايلة تصيرين دجاج شواية. أقول بنات، وش رايكم الحلقة الجاية تنظفون فمها المروح؟ لا تظلمينها، أتوقع أن هذه ريحة فمها ديل. خلاص انطموا، بكرة بيكون تقييم مهم للمدرسة. مدرستنا بالمركز قبل الأخير بتقييم المدارس، نطمح بكرة يصير قبل الأخير. يا أختي في بنات في الطابور ريحة أباطهم سيئة. يا ربي أنا وش خلاني ألبس فستان؟ كانت الخطة حماسة في مخي، بس الحين خرع الوضع. لابسة فستان بالمدرسة، مستعدة للعقاب المكون من 20 مرحلة. جاء وقت أبهرها بجمالي وفستاني. وجهها تكلم انت وعيونك. والله اني ما اخذ مقلب في نفسي. فكري ملكة الكذب، تنصحك انك تكذبين. لا انا لابسة فستان عشان ناويين نسوي لك حفلة احسن مدرسة شريرة بالمدرسة. انا ما ابي احد يشكرني، هذا واجبي. شكل دخل غبار بعيني، اعطيني هديتي بسرعة وراح اكمل شغلي. اوه هدية ها؟ ايه اكيد الحين بعطيك اياها. هذه هديتي متأكدة؟ إيه بس خليك صريحتك، فين لو ما عجبتك قولي لي أرجعها. إيه مرة معفنة وخايسة. عادي لا تجاملين، قولي إنها خايسة. مو بجاسة أجامل، هي صدق خايسة. اعذروني على التأخير، كان عندي اجتماع طارئ يتكلم عن مستقبل الطالبات وكيف نوفر لهم بيئة غير مناسبة. لحظة، وين نور عم كشة؟ شكلها غايبة اليوم بعد. لا مو بغايبة، أقدر أشم ريحة شعرها مزيت. لا حد يتحرك سانتي واحد لين ارجع. تحركت اكثر من سانتي، والله العلم فوزية. ما اصدق قدرت انجو من سلمونين. لا لقيتك يا سهلوة، من حاشة من الفصل ها؟ لا بس ضيعت مكان الفصل. وليش لابسة فستان بالمدرسة؟ بدك الشرطة على الحين. ها شكلك ما درت عن القانون الجديد يقول لازم نلبس فساتين. شايفتني غبية أصدق ذا التصريف المعفنة؟ لا تعترفين، أنكري كلش وفقشي على أمها. أوف صح، المفروض ما قلت لك عن هذا الموضوع، المديرة بتعصب. ها وشو؟ شكثك تحكي لعصفك كباسة. صراحة أنت معلمتي ولازم أعلمك، ما أتحمل. المديرة كلمت المعلمات اليوم بالسر إن بكرة بتجي مصممة أزياء عالمية وأكثر فصل كشخة بيسفرونهم يعرضون فساتينهم في باريس وكوريا. أوكي ما ودك تهدين اللعب؟ عشان كذا أنا لابسة فستان عشان أستعد لبكرة وأبيض وجهك. طلعت المدير أنا ويدمرني، حلم طفولي إني أسافر باريس، وكل مرة أقول لأبوي يقول طيب وديني ودينا الطايب بالسيارة بعد. جاء وقت إني أحقق حلم طفولتي وأسافر الطايف أقصي باريس. بنات فوزية رجعت. أستاذة هذه أسماء البنات اللي تحركوا أكثر من سانتي. وباقي درجات أخصمها أصلاً، كل
يوم سفر، يلا نقلع للطايف. بنات بكرة حدث تاريخي مستقبلكم يعتمد عليه، أنا ما راح أستفيد أي شيء حتى الطايف. بكرة أبغاكم كلكم تكشخون بفساتين كأنكم رايحين عرس، فاهمين؟ أنا ودي ألبس بجامة. أنا ودي تلبسين بجامة وتنامين بسريرك بكرة وما تجين. خير، ليش هي تلبس على كيفها وأنا لا؟ لا أنا أبي أكشخ فيك يا شهانة دام أباتك صارت نظيفة. خلوص بتكسر خجل. أف الساحة هي المكان الأخير الآمن. آخ أحتاج أشم هوا شوي. لا لا أرجوك لحظة خليني أشرح لك. ها؟ ما فهمت تشرحين لي إيش؟ أكيد أنت مستغربة ومعصبة ليش أنا لابسة فستان بالمدرسة. لا ليش أهتم؟ لأن ممنوع ألبس كذا، المفروض تعصبين علي. ذكريني باسمك. اسمي نورة، رست النورة. اسمعيني منيرة حبيبتي، أنا عندي قرض من البنك ما سددته، وتقدم لي شايب متزوج ثنتين، وفي شامة غريبة بظهري قاعدة تكبر، وأحتاج أسوي عليها تحاليل. توقعين راح أهتم في بزر جاي المدرسة في السن؟ أحسك تقصديني شوي. لو إن شاء الله تجين المدرسة ومعك بقرة، وما أقصد فوزية، أقصد بقرة صدقية وفوقها حمار، وما أقصد سلمونيلا. ليش المفروض أهتم؟ طيب أخصمي مني درجة على الأقل، هدديني خليني أحس إنك خايفة على مصلحتي. مو فاضي أدوي رسمك بالكشف هذا إذا عرفت شو اسمك أصلا. طومتش خلاص ما عاد أقدر أكمل، نفسية تتعبت برجع للبيت. أنا أوريك ساعدة المديرة، تبين فصلي يكونون أخيص فصل؟ وش السالفة؟ ليش فصل الوحيد اللي لابسين فساتين؟ يسوون حفلة سيرك ولا إيش؟ أمبي فشيلة قدام سكارة قدوتي. شكري جبت أمه وأبو العيد. الكل يرحب بوصول المشرفة القديرة. ماما ماما تصفيق تصفيق لو سمحتوا. يا ساتر دولي وش لابسين؟ ما هذا الذي يحصل؟ قلة أدب وقلة احترام؟ أين الزي الرسمي؟ لا لا أنا قلت لهم يلبسون كذا عشان نسوي عرض ترحيبي بمناسبة قدومك. يلا شهانة غني الأغنية اللي اتفقنا عليها. وش تقولين أنت؟ ما اتفقنا على شيء. غني أي شيء لا تورطيني ولا براس بفصلكم كله. طيب أصبري مخي معلق. غني يا بنت الحلال غني، حتى أغنية كأس العالم. ماما جابت بيبي بيبي حلو. وصلني وحسني عليك. إشراقة يوم جديد مليء بالتفاؤل. لحظة لحظة أشوف ريحة صوت. حبل الكذب ريحته خايسة. في مدرسة الفتيات كان هناك فتيات لأنها مدرسة فتيات. ليش جايبنا عند مدرسة بنات بتورطنا؟ قصر صوتك لا يسمعك أحد. بس طول حياتي كنت أتساءل ليش عندنا 5 أصابع بيدنا بس 10 أصابع برجلينا. بعدين استوعبت ليش، لأن الرجلين مهمة بالمشي أما اليدين لا. سبحان الله في كل شيء حكمة. شهانة عندنا 10 أصابع بيدنا ورجلينا. لا تناقشيني بدون أدلة. بنت سدمة في إشاعة تقول إن المديرة جرذي، تبون نروح نتأكد؟ يلا قدام. وفي هذه الأثناء كان هناك 3 ورعان متسللين خلف المدرسة. رماح لازم نرجع مدرستنا بسرعة قبل ننكشف إننا هاربين. وين مشاعر بنفسجي؟ وينها؟ لازم ألقاها. اشرح لنا وش مشاعرك تجاهها، تكرهها ولا تحبها ولا إيش؟ يا شيخ أزعجتني، خليني أتأكد لو البنت بهالمدرسة أو لا. يقول بتجي شرطة الأطفال تأخذك بتهمة التجسس. تبي أعطيك رقمهم تدق عليهم بعد؟ يقول لا. هذه مرت، اسكت خلي أركز. حسافة طلعت الإشاعة عن المديرة صدق. طاح جوالي داخل زي ما كنت مخطط. اعترف انك بورطة. لازم ادخل مدرستهم اجيبه قبل لا احد يلاحظه. الدخول ممنوع، شوف وش مكتوب. اي ولد يدخل المدرسة سيتم وضعه بسجن في اعماق البحر جنب منتجعات البحر الاحمر لمدة 9 سنين، وبعدها يبطل السجن على سطح الارض لمدة 3 سنين، وبعدها بسجن فوق جبال الحجاز لمدة سنة، وبعدها يرجع للسجن اللي تحت البحر بس مو بنفسه الواحد، لا بيكون بمقر ثاني حول الدمام. متأكدين مو بجولة سياحية ذي؟ قلت لك راح تدفع الثمن.
يقول خلنا دق الجرس ونخلي أحد يعطينا جوالك، بعدين بدرون أني كنت أطل من الشباك. تبغاه يتنكر زيهم ويدخل المدرسة وياخذ الجوال؟ لا، مستحيل تنكر زي الطالبات. لو إيش؟ بدون تضحية ما راح توصل للنتيجة. اختر تضحي بإيش؟ جوالك، حريتك، شكلك. ايش رايك اضحي بصداقتي معك؟ كيف تضحي بشيء غير موجود؟ تنكر مستحيل اسويه لو تنقلب الدنيا. شو اسوي انقلبت الدنيا؟ يمكن لو ضحيت بحريتك احسن. احسبوا لي دقيقتين تلقوني مخلص المهمه. تسديد الديون بدا الان. هو كان ثالث شباك، معناها ثالث غرفة. جوالي بمكتب المعلمة فوزية. شو تسوين يا طالبة؟ روح الفصلك يلا. لحظة، أنت أول مرة أشوفك بالمدرسة؟ أيوة، أنا طالبة جديدة، اسمي قمر من فصل فوزية، بس كنت طالعة أروح الحمام. حمام؟ قانوني بالحياة، حتى لو كانت الطالبة صادقة فهي كاذبة. يلا قدامي على فصلك. بنات، درس اليوم مهم جدا، خصوصا لفصلكم. فوزية، طالبتك جالسة تتمشى بالمدرسة. يلا ادخلي بسرعة، هالدرس مخصص لك. لحظة، هذه مين؟ أول مرة نشوفها. هذه زميلتكم، نسيتهم؟ وين عايشة أنت؟ ما تعرفين طالبات فصلك؟ تبين الصدق؟ أنا ما أدري أنتم متوسط ولا ثانوي حتى. توقعت بيننا علاقة أعمق من كذا يا أستاذة. ما أبغاك تتوقعين، أبغاك تتأكدين. شكراً. إني ما أبي أي علاقة معكم. لو أشوف طالبة من فصلك طالعة برجعك بياها في المقصف. أم شعر بنفسك بهذا الفصل. سلامات، تبين ندق على وزارة الزراعة؟ لا، بس جاني فقر دم. أنا بعد عندي فقر. فقر دم؟ لا، بس فقر. الفقر يا حلا هو فقر الأخلاق. يعني أنا غنية بأخلاقي؟ لا، حتى بأخلاقك فقيرة. آه؟ كل واحدة بمكانها يا الله. وأنت يا الطالبة الجديدة وش اسمك؟ اسمي قمر. اسم على غير مسمى. روحي جلسي عند أقبح واحدة. شكلك ما تسمعين زين. أقول لك روحي جيسي عند أقبح واحدة. يعني روحي جيسي جنب جيهانة. ليش يدك كأنها يد ضب؟ عشان أمي كانت حامل فيني قبل ما أنولد. الله، حتى أنا كانت أمي حامل فيني زمان. طيب شكلك ليش كأنك ولد؟ ما فيك نعومة زينا. عشاني بنت أبوي وأبوي رجال. الله، حتى أنا بنت أبوي. طيب ليش رجلينك فيها شعر كذا؟ لأني أسقيها كل يوم. حتى أنا ساقي كذا، إحنا متشابهين في كل شيء، شرايك نصير أصدقاء؟ عطيني سنابك. لا معليش، ما أضيف بنات. طيب تتابعين أنمي؟ بس ون بيس، لأن ما عندي وقت عشان يطول الوقت أشتغل بشركة أخوي. ون بيس؟ لازم تصيرين صديقتي، أنا فنقلعي. لا، بتصير صديقتي، أنا ناوية أشتغل لها قبلك. على الأقل أنا مو واضحة أني مصدقتها مصلحة. شفتي كيف أنا مصلحتي يا صادقة أمينة؟ مو بزيها. وأنت يا شيهانة، تبين تصيرين صديقتي؟ لا. شفت موضوعك، أنت بالحقيقة ولد متنكر على شكل بنت ومتسلل للمدرسة. صدق الذكاء الزايد عدو الإنسان. متأثرة بالمسلسلات ذي. طيب عادي، كل الناس تغلط، ما يحتاج تضحكون. روح العب بالحاسبة بس. إيش هذا الإزعاج؟ مخصوم من كل واحدة 900 درجة و20 ريال غرامة. شهانة، روحي جيبي دفتر الدرجات من غرفتي عشان أخصم منك. يا شيخ أخصمي على نفسك، كل يوم ناسي الدفتر. هذه فرصتي أخذ جوالي. أنا يا أستاذ مستعد أروح أجيبه بسرعة البرق.
على ترتاح. شكرا. كلها الأنوثة وتناديني استاذ، روحي وإذا مسكتك المعلمة قولي لها أني ما سمعت لك تطلعي. باخذ جوالي وأهرب على طول، ما رح تجيني فرصة أحسن. أخيرا أخذت الجوال، جاء وقت الهروب. إيش بك يا حبيبتي؟ أشوفك خايفة ومتوترة، محتاجة حاجة؟ إيش هذه المدرسة اللي كلها معلمات وطالبات؟ لا ما فيني شيء، عن إذنك مشغولة. وقفي، أنا أعرف هذه النظرات، عندك مشاكل أسرية؟ تبين نتكلم فيها بمكتبي؟ يا بنت الحلال فكيني، ما فيني شيء. ما تخجلي، كلنا نمر بهذه المشاكل، أنا موجودة عشانك. والله ما فيني شيء فكيني. الطيحة تعور، بروح أصيح برا، باي. ششش، شعرك طاح؟ شافوني خلاص، يا رب غرفتي بالسجن تطل على البحر. لا تنسون تزورون متجر بنات المتوسط، الرابط في صندوق الوصف. حتى أنا شعري يتساقط، لا تنحرجي شوفي. ها؟ تساقط الشعر يجي من التوتر، لازم تروقي وما تسمح الحاجة تزعجك. اي شعر يتساقط لاني ما عطى كل يوم. خليني أسألك كم سؤال فادوني كثير لما كنت أمر بمشكلة. متى عرفتي إن مالك قيمة؟ من قال إن مالي قيمة؟ لحد الآن ما تعرف إن مالها قيمة. طيب متى ناوية ترفع قضية على جوزك بخصوص نفقة أولادك؟ بعد بكرة، المهم شعري تساقط زيادة، يلا بروح للشارع أخليه يتساقط هناك. استني، أنا عندي بشنطتي زيت يخفف التساقط، مع إنه زاد تساقط شعري بس يمكن يحتاج وقت. فرصتي أهرب. وين طالعة بنص الدوام؟ لا أنا مفروض أغيب اليوم، بس جيت المدرسة بالغلط. بدون حضور أمك وأبوك ما في طلعة. لازم نتدخل عشان نطلعة. أنت وضعك ما يطمن، حاسة الثالثة تقول إنك مخططة لشيء، راح أحط عيني عليك طول اليوم. لازم نسحب عليه. قمر تعالي، لا تفوتك حصة الكاراتيه بتبدأ. شكله مبسوط، لازم ننقذه. لازم يا بنات تصيرون قويات وتحمون نفسكم من الأولاد الأشرار. كم مرة قلت لكم اشتروا لبس الكاراتيه؟ كل مرة جايين بروب الحمام أو النوم؟ أنتي هديين ناقصك الصابون. لا لا، أنتي صدق جاية تتروشين. بعدين أنت إيش لابسة؟ كأنك شايب توه متزوج. أنت ما يحتاج تحمين نفسك، ما بقى شيء ما سرقوه منك. وأنت ما لقيتي مقاس أكبر شوي؟ أنت معزومة عند هالرجلك ولا وش؟ أما أنت ممتازة بس مسختيها شوي. وأنت ليش لابسة لبس باليه بحصة الكاراتيه؟ عشان اخترت أواجه الأشرار بالغناء والرقص. حلو، يمكن يحسبونك مجنونة ويتركونك بحالك. قصدك يدرون، ما بيحسبون. وأنت وش بالضبط؟ هذه طالبة جديدة اسمها قمر. بلا تصريفات، يلا كلكم وروني الواجب حقكم. وش هو الواجب؟ كل واحدة لازم تفكر وتخترع طريقة للدفاع عن نفسها. بس أنا ما كنت موجودة يا أستاذ. الحياة كلها مفاجآت، ما حد جاي يعلمك إذا جاي بفقع وجهك. تعرفون قصة الذيب اللي تنكر على شكل خروف؟ ولا قصة الولد اللي تنكر ودخل مدرسة بنات؟ أحس القصة دقيقة بزيادة. دامك جديد وما تعرفين الواجب بخليك تمثلين دور الولد الشرير. دور صعب جدا، ما ادري كيف راح اتقنه. الاولى شهانة. يا بنت اعطيني فلوسك يلا. اي واحدة فيهم الضربة القاضية؟ الثانية نورة. هيه انا شرير باقضي عليك. الشر ليس الحل، البطاطس ملح وخل، راسبة بكل جدارة. رسوب ليس الحل، يا معلمة يا عسل. نص ناجحة. هنوف دورك، أعطيني فلوسك كلها يلا. ليش عطيتيه فلوسك؟ عشان يدري اني بنت عز. رسبتي مع مرتبة الشرف. لحظة، الغرفة بالدور الأرضي والشبابيك اللي ما فيها حاجة، أقدر أهرب منها. الجو كتمة، بفتح الشباك أحتاج أشرب هواء. لو سمحتوا، ليش في تماسيح برا؟ المديرة هوايتها تربي التماسيح. ليش ما تربيهم ببيتها طيب؟ عشان ما تهجم على أحد. لا تخافين، هي ما تهجم على البنات بس الأولاد. ويعني وش الصدفة هذه إن ولد يكون بمدرسة بنات ويطلع مع الشباك؟ ساعدوني بس على طريقة ممكنة، ولا أنا بدق على الشرطة يمسكوني. كالعادة لازم أساعده بكل مصيبة. ما عليه، عندي الخطة المناسبة. الله فصحى، ما أصدق. أو تصدقون؟ أصدق عادي. المفروض لا تكون سبع فسح وحصة واحدة.
تكون زوج أحلامك؟ صراحة سؤالك محرج، ما أدري كيف نجاوب. إيه أنتم عادي، ما يحتاج تجاوبون. يلا، على الأقل هالمرة أنا تفشلت مو بأنتي. يكون عنده سيكل برتقالي بس، يعني أي ولد عنده سيكل برتقالي يخطبك توافقين؟ لا طبعا، لازم يكون يقدر يمشي على كفر واحد بالسيكل بعد. إيه سهلة، مو مشكلة. بس في ولد واحد، لو كل أولاد الكرة الأرضية والسعودية خلصوا ما راح أتزوجه. يا ساتر، بيدعيس الحظ هذا. واحد بمدرسة أخوي اسمه رماح، دائم يتنمر على أخوي، هذا لو شفته قدامي بفقع وجهه تفقيع. صدقين يشبهك شوي، يخلق من الشبه 40. طيب يمكن يكون رماح هو المسكين، ما تدري أنه ترى أخوك معلاش بثر أتوقع، يعني هو صدق مسكين لأن لو عنده شخصية ما كان تنمر على غيره. طيب لو سبحان الله تغير بتسامحينه؟ لا ما لي خلق. اللي يظلم غيره يظلم نفسه بالأخير. أخيرا جو. لحظة، هذه خطتهم؟ نعم خير، انت مين؟ أنا بمشي، أمي جت وبنسافر للأبد لدولة ثانية، بس وعديني يا شيهانة إنك تطهرين قلبك الأسود وتسامحين رماح إذا تاب. بديت أشك 1% أن وراك مصيبة. صباح الخير. نعم خير، أنت مين؟ أنا أم الطالبة قمر، ممكن تنادينها عشان أمها دخلت المستشفى. وكيف أمها دخلت المستشفى وأنت أمها؟ أقصد أني أنا دخلت المستشفى بعدين جيت هنا. هاي ماما يمه، تذكرين يوم ولدتيني وربيتيني؟ وين بطاقة العائلة؟ مستحيل أخليها تطلع بدون إثبات إنك أمها. شوفي يمه هالمعلمة حريصة على الطالبات، تخاف علينا كأننا شغالاتها. وين بطاقة العائلة؟ إي واضح عليها قوية شخصية وما حد يلعب عليها. وين بطاقة العائلة؟ إحنا كلنا عائلة واحدة، والأمة العربية والإسلامية. أفهم من كذا أن ما في إثبات أنها بنتك. بس لقيت الحل. يا أختي بنتي هذه متعبتني، ما تسمع الكلام ودايم تعاند، علميني كيف أربيها صح؟ أبي زي تربية الأولين القديمين، أما الحين حساسين وكل شيء يعقدهم. وأنا أختك ما طلبت شيء، يبغى لها جلسة. أو تعرفين إيش رايك نطلع يوم نتقهوى؟ أو تعرفين تعالي البيت اليوم المغرب، هو أول بيت يسار المدرسة، واشرح لك كيف تخلينا قاتم بأصبعك. أبشري، يلا أنا استاذن أجل، أقابلك المغرب. رافقتكم السلامة. كتوفي ما تتحمل وخشمي قاعد يحكني، بعطس. الحين الطالع، تحملوا كملوا. الحمد لله الدنيا لسه بخير، كنت أحسبها تخدعني. من كثر خيباتي ما صرت أثق بأحد، بس هي رجعت لي إيماني بالبشرية. هذه آخر مرة نطيعك بشيء. شكل 1% كان بمحله. قمر عندها أخ توأم؟ أهلا بكم متابعينا الكرام، اليوم بتكون حلقة خاصة بمناسبة الوصول 1,000,000 مشترك، ونرد فيها على أسئلة المتابعين المحرجة ونناقش قضايا مهمة زي زواج فوزية وبط شهانة. شكرا على استضافتي بهذا البرنامج الرائع، مع سفحاء زيكم. وشعوركم بنات لما وصلنا 1,000,000؟ يلا شايكم نبدأ الحلقة يا بنات. وشروق معنا بتقدم نشرة الأحوال الجوية. اسمي أسيل. ومعنا عبر الأقمار الصناعية مراسلتنا حلا، كيف تفاعل الفانز معك بالساحة؟ مراسلتنا حلا، هل تسمعينني؟ نعم، الأجواء حماس. ألو حلا تسمعيننا؟ نعم حلا، هل تسمعيننا؟ جاوبي أرجوك. أسمعك نعم حلا، أرجوك جاوبي تسمعين؟ لا تروحين وتتركيني مع الذئاب البشرية، لا تروحين وتتركيني. وجع يكفي دراما. السؤال الأول من مصطفى الشهانة، هل ممكن تتروشين في يوم من الأيام؟ وش يقصد؟ ما فهمت. يعني تتروشين تسبحين موية؟ اي احب رياضة السباحة. لا قصدهم تتروشين يعني صابون وكذا. اي انا غسل يدي بالصابون برمضان. اتوقع كلنا عرفنا الإجابة. السؤال الثاني موجه الفوزية، يقول فوزية ليه انت عصبية؟ انا عصبية؟ مين قال هالكلام؟ اجي افقع وجهه الحين. واو كيف فكروا انك عصبية؟ ما ادري،
السؤال الثالث لنورة، وش نوع الشعر اللي تشربينه عشان يطول شعرك؟ لحظة ما فهمت، كيف اشرب الشعر؟ اها اتوقع غلطت بالكتابة، قصدها تاكلينه مو بتشربينه. اها نوع كيرلي. السؤال الرابع الهدي، وش سبب صداقتك القوية مع نورة؟ لأن كلنا نحب نبربر ونحب نسمع سوالف بعض. إيه كلنا نسولف كثير لدرجة أحياناً أطفش منها وودي أزعلها. أتفهم صراحة، حتى أنا أحياناً ودي أزعلك لما تسولفين عن الكوريين. الله يديم الصداقة بينكم ويبعد عنكم أصحاب السوء زي شهانة. وانت يا شهانة إن شاء الله تلقين صديقة سوء تناسبك. السؤال الخامس لشهانة، أحد تبين تكفخين وجهه بس ما انت قادرة، وليش ما انت قادرة؟ الشخص اللي أبي أكفخه ما أقدر أقول اسمه، لكن يعتبر أخو إبليس بالرضاعة، إنسان حقير ما أدري لو نعتبره إنسان حتى، وكان سبب في خراب بيوت كثيرة. وليش ما تقدرين تكفخين هذا الشخص؟ لأن في طاولة بيني وبينه. أها الله يحفظ بيوت المسلمين أجمعين، وحتى اللي زيك ساكنين بالشارع الله يحفظ لهم شوارعهم. السؤال السادس الفوزية، تكلمي عن عنايتك لبشرتك. أول شيء أسويه لما أنام هو غسول. قال إيش عنايتها ببشرتها؟ حبيبتي بشرتها تحتاج تدخل العناية المركزة. استجابة لطلب الأخت أم سارة، أنا أنسحب لأنها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير لائق. أنا قلت لها على الهواء إن شاء الله يا رب نكون في الأمر. أنا مين؟ سيدة صفيناس كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. والحين تنتقل المقابلة الحلا. الله بتسوين معي مقابلة؟ لا قصدنا أنت بتسوين مقابلات مع الناس يعني. هلا اسمي سلطانة، سؤالي هو وش اهتمامات شهانة غير الجيمينج وهذه الأشياء؟ أحب أطبخ بس ما أعرف أطبخ، أحب أكل، أحب أنام، أحب أقوم بعد ما أنام. إذا تحبين الطبخ كيف ما تعرفين تطبخين؟ يعني زي لما تحبين أمك لكن عمانك فلة. أقسم بالله مخ من أبو خمسة. الشيء اللي حابة أقوله بنت متوسط هو شكرا لأنكم كنتوا سبب لسعادة أشخاص مرة كثيرين. تكلمي عن نفسك رجاء. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي سديم النهدي. ليه أهل فوزية ما طلعوا بالمقاطع أو الحلقات؟ حاليا كلهم منقرضين، فيعني أتوقع نقدر نقول أنا آخر حبة حرفيا. أنا وبنت خالاتي نحب نشوفكم دايم ويعطيكم العافية. والحين مع واحدة متفكرة على شكل شهانة، مصبوط مرة حتى الريحة. أهلا أنا فانز شهانة من أول حلقة. وش سؤالك حبيبتي؟ بس سؤالي موجه للهنوف، إيش أهم جمال الشكل ولا جمال الروح؟ في حكمة قديمة تعلمتها من أمي تقول الروح بتروح. طيب حتى الشكل بيروح؟ ها؟ ما بيروح؟ مع الروح إذا راحت. مع مين بيروحون؟ ما أدري عنك، أنت اللي قلتي تروح. مين اللي بتروح؟ الروح. أها تروح وترجع بالسلامة. سؤال الحلا، وش تبين تصيرين لما تكبرين؟ أبغى أصير طبيبة نفسية عشان أعالج نفسي عالطريق، وصح عشان أعالج صديقتي هنوف بعد. إيش قصدك؟ أنا اسمي نور، سؤالي هو كلكم يا بنات ليش إلى هذه الدرجة أنتم فاشلين وأخفياء؟ وش السبب؟ وش السر؟ أنا أحبكم واجد كلكم. هاي حدك، أنا مو بغبية، أنا صرت العاشرة على المدرسة بخامس ابتدائي الترم الأول. إن شعرنا خائف، لازم أن نلقى حل لإصلاحه. شعري جاف لدرجة أعزم القمر عليه ويرفضون. ما هذا؟ إن شعرها ممتاز وليس متساقط. ورائحته مثل ريحة الحلوة. شكلكم تبغون تعرفون وش سر جمال شعري. يعلمينا وش سرك وش تستخدمين. ما أقدر أعلمكم، لو علمتكم ما رح يكون سر. نورة هذا إعلان، لازم تعلمينا وش المنتج. أسفة، السر اسمه سر عشان السر. مع الشامبو المجهول قولي وداعا لشعرك. هدي أعصابك وعلمينا وش أحوال الطقس اليوم. في عاصفة قوية جدا جاية بالطريق وبتوصل بكرة الصبح، وتم إغلاق جميع المدارس وإلغاء كل الاختبارات، لكن عشان ما نتأخر بالمنهج
اتصلت على المدرسة وأقنعتها تخلينا نداوم. نعم أصل كلامها منطقي، وبكرة الحضور إلزامي للاختبار، واللي بتغيب بكرة بتعيد دراسة من أولى ابتدائي. يا رب أبوك يتزوج فوزية. معنا سيف الدين أكبر فان البنات المتوسط. سؤالي للبنات، شو هو أكثر موقف مخيف مر عليكم ولسه للحين تتذكروه؟ أكثر موقف مر. شكرا لكم، أحلى أروع وأجمل مسلسل صراحة، أنا متابعكم من عام 2019. أكثر موقف مرعب، مرة كنت ألعب مع ملاك حجرة ورقة مقص وجابت مقص صدقي. أكثر موقف مرعب لما استقبلت على ملاك إنها قصيرة وسألتني عن اللوكيشن بيتي عشان بتتفاهم معي بعد الدوام. أكثر موقف مرعب لما ضحكت على نكتة هنوف وقالت لي ملاك ما يحتاج أرسل اللوكيشن لأنها تعرف وين بيتي. أكثر موقف مرعب لما ملاك دري الجلسة اسمعك. هذا الحين هو أكثر موقف مرعب. أنا حاليا بالمقبرة أدور فانز زي ما قلتولي. ملاك ما حد قالك تروحين للمقبرة. هي صح، أنا قلت لنفسي. وكيف الأجواء عندك؟ والله الأجواء هادية والناس متوفين حاليا. صدقين مكان مناسب تلقين متابعين. هنوف لا تنسين ترسلي لوكيشن بيتك. شوفي وراك يمشي شيء، سوي معاه مقابلة. عرفنا باسمك سابقا. اسمي خليل، مين أقوى شخصية مسلسل بنات المتوسط؟ أقوى شخصية هي نورة، لأن على كثرة التفشيلات اللي تصير لها للحين مقاومة تحاول. وانتي أعوذ بكلمة الله، وش سؤالك بسم الله؟ سؤالي هو هل صار صديقتك ترجع المسلسل أو خلاص صارت مقرقل؟ حاليا جالسة أدور جن عشان أسألهم، ومسكت واحد وبحقق معاه في الموضوع. أقول الوضع بدأ يصير خطر، خلي نقفل الحلقة ونروح بيوتنا بس. يلا مع السلامة.